اوكي مرحبا شباب، كيف حالكم؟ هلا نحن هون رح نبلش بسلسله تتعلق في البرمجه بلغه الجافا سكريبت بطريقه او يعني بالنمط الوظيفي. اوكي نمط البرمجه الوظيفيه. هلا شو اسمه، قبل ما نبلش بالسلسله بدي من الجميع يكون فتح دينا منيح ويسمعني منيح. كلمتين رح اقولهم ممكن يكون اوايا تقال عليك، بس رجاء تكون الكلمات يعني يصغى عليها. اوكي اولا البرمجه الوظيفيه منا شغله عاديه، قد ما حدا يقول لك انه والله سهله مثلا، منا هذيك السهوله اللي انت متصورها. شغله ثانيه، انا هون ما بتص يعني بدي اللي بيجي يحضر هاي الدروس لازم يكون اصلا متعلم برمجه وجاي اصلا من يعني خريج جامعه، لانه البرمجه الوظيفيه بدها فهم جامعي. اوكي البرمجة الوظيفية أصلا هي شغلة أكاديمية بحتة، فإذا حبيت فيك تستعملها في البرمجة اليومية أوكي بتستعمل شخص أشياء منها أوكي، لكن هي أصلا شغلة برمجة شغلة أكاديمية بحتة، وهي أصلا بتساعد في تحسين أداء المبرمج. أوكي لما نبرمج، بس مش تحسين أداء البرنامج 100%. أوكي يعني بس بيقشط عن البرامج العادية اللي بتعملها بالسي والجافا وهيك اوكي بالطريقة العادية اوكي التقليدية. هلا كمان اللي بده يتعلم برمجة وظيفية على اصول مش من هاي السلسلة، بس هاي السلسلة انا بعملها لجماعة الويب حتى اللي يعرفوا انه في شيء اسمه برمجة وظيفية. اوكي هلا طبعا لغة الجافا سكريبت متعلقة كتير في المواقع وصفحات الويب، وهي قدامنا فايرفوكس شغال، والجافا سكريبت هو الكود اللي بيجي بخلفيه اي صفحه لما تعمل انسبكت، لا مش انسبكت المات عفوا، نعمل فيو بيج سورس. فيو سلكشن سورس مش مشكله. اوكي انا اخذت السلكشن هون، انا قصدي الصفحه فيو بيج سورس. اوكي هلا وين في شغلات مثل سكريبت هيك اوكي مثل سكريبت تاجات سكريبت اوكي مثلا مثل شو اكثر شيء لان في صور فيهم عن جي كويري، يعني مثلا هاي سكريبتات هون ومدخل كذا نوع سكريبت اوكي، فسكريبت مثل هالشكل هذه بتكون جافا سكريبت. المهم اي شيء بين تاج سكريبت سلاش سكريبت هو يعني بين هاي وهاي اوكي هدول بيكونوا جافا سكريبت اوكي عم بتشغل ماشي. هلا هون انا كمان مش رايح على جافا سكريبت، انا بتوقع على القليله بتكون تعرف سي بلس بلس اوكي، اذا تعرف سي بلس بلس معش تفرق معك اي لغه ثانيه تمام، الا بلغه اللي هي تجبرك تشتغل فانكشنال اوكي غصبا عنك اللي هي ليرن يو هاسكل فور جريت جود تمام. هذا الكتاب انا مترجمه بالموقع بصفحتي على اليوتيوب بقناتي على اليوتيوب، ارجو تبلش تدرسها اوكي قبل ما تفوت هون، لانه قوانين البرمجه الوظيفيه غصبا عنك حتطبقها هون، كيف حتتدرب عليها افضل ما حتتدرب عليها باي لغه ثانيه. اوكي المترجم او الكومبايلر الانجليزي هو اللي راح يساعدك او حيجبرك او يغصبك انك تستخدم برمجه وظيفيه تمام. هلا لانه لغه الهاسكل هي لغه برمجه وظيفيه بحته صافيه تمام، بيور بروجرامينج لانجويج، بيور فانكشنال بروجرامينج لانجويج ماشي. طيب هلا نحن راح نجيب هذا الكتاب اللي موجود قدامنا هون على الصفحة هاي، عنوانها موجود، أنا نسخته حطيته هون على مكبر اوكي تمام. بتيجي انت لما بدك لازم تحمل الكتاب عشان ما تضلكش تفتح على النت اوكي وتخسر من حصتك على الانترنت، حتى لو كان هني مثلا 3 ميجا مش كل شوية تيجي تنزل 3 ميجا وتنطر وبعدين بتمل اوكي. فبتجي شايف هذا الزر بتعمل رايت كليك عليه وتقول له سيف لينك اس بالفايرفوكس اوكي، سيف لينك اس بالفايرفوكس، او اذا كان الفايرفوكس تبعك معرب عد السطور هدول وبتعرف اي وحده اوكي، فهي انه احفظ الرابط كما يلي اوكي. فبتحفظه اذا انت كبست على الطاير كبست هيك بس بروح شو فاتح على جنب وبيحمل الملف كل مره بتجي بدك تجي تحمله من الانترنت اوكي، ما بيحفظش عندك على جهازك تمام. طيب هلا كمان
اللي على الويندوز، اوكي انا بستخدمه على لينكس، اللي وما خاص هون نظام تشغيل الجافا سكريبت، ما لهاش علاقه بنظام تشغيل، لها علاقه بالمتصفح. اللي على الويندوز بنصح الجميع يعني يجيب قارئ بي دي اف اسمه فوكسيت ريدر، احسن من ادوبي اكروبات، لانه اذا كان الفايل تبعك مليان صور كثير هو افضل شيء لقراءه الملفات، يعني بيصير الملفات البي دي اف، لانه الكتب يعني اوكي احنا عندنا صيغه الكتاب اللي عم ننزله هو بي دي اف، فقراءته حتكون اسلس اسهل وما حيحسسك بانه باستهلاك عالي لموارد الجهاز، تمام، وما حتحس ببطء. طيب هلا اذا هلا هاي المقدمه كلها اوكي عشان نبلش بالكتاب، تمام، ودغري انا راح ابلش، وانا صادع عم ادمجهم المقدمه مع هذا عشان تنجبر تحضر هالكلمات، تمام. هلا فاذا الكتاب هذا هو، تمام، هذا اول فصل منه هون، اوكي. ف الكتاب بيقول لك عنوان الاول تبع الفصل الاول بيقول لك البرمجه الوظيفيه بكلمات مبسطه، اوكي. فهون حاطط بقول لك مقالة لشخص اسمه روبرت سي مارتن، بقول لك أول قاعدة من الدوال إنك أنت إنه هني لازم يكونوا صغار، تاني قاعدة من الدوال إنه هني لازم يكونوا أصغر من هيك، أوكي. كيف يعني؟ يعني إنه لازم تعمل أنت دوال كتير صغيرة، أوكي، كتير صغيرة الحجم، تكون زي كأن حجارة الحيطة اللي أنت راح تعمرها، تمام. فلازم تكون دول زي بيلدينج بلوكس بيقولوا، حجارة العمارة، أوكي، زي الطابور، تمام. طيب هلا الكاتب ببلش بقول لك إنه أهلا وسهلا فيك بعالم البرمجة الوظيفية، هالعالم اللي هو عنده بس الدوال الفونكشنز. هلا مرات أنا عم بترجم، مرات تلاقيني عم شو اسمه يعني بستعمل كلمة function محل دوال، دوال محل functions، فما هي كلمة function انجليزية يعني، فما تعمل من قصة، تمام، عادي هذا، لانه في انا شو انا معود عليه، تمام. فبقولك انه هالعالم اللي هو بس عنده او بيملك بس الدوال، اوكي، اللي عايش بسعادة، اوكي، بدون اي بدون اعتماد على او بدون اي اعتماد على العالم الخارجي، بدون فكرة الحالة، تغير الحالة تبع المتغير، أوكي، وبدون أي تحويرات فيها أو تعديلات على المتغيرات، أوكي، وهذا الشيء للأبد بضل، تمام. البرمجة الوظيفية هي كلمة يعني صارت على كل لسان هالأيام، أوكي، طبعاً بيحكوا عن الناس المبرمجين يعني، أوكي، فصارت تسمع فيها كتير هالأيام. هلا البرمجة الوظيفية أصلاً موجودة من قبل التسعينات، من الثمانينات وقبل حتى، اوكي، لكن يعني من قبل 1980 يعني هيك حتى يمكن، اوكي، بس اللي صاير انه مؤخرا بلشوا يدخلوها ببعض اللغات كون المعالجات صارت اقوى وتلبي الحال، اوكي، وبعدين كثير مفيد البرمجه الوظيفيه يعني بالامور اللي فيها نوع التوازي، تمام، اللي هو مثلا تشغل كذا شغله مع بعض بيشتغلوا مع بعض، طيب هول انا من الكلام. طيب فأنت بقول لك يمكن أنت سمعت عن هالحكي، أوكي، عن البرمجة الوظيفية من شيء من رفقاتك أو شيء قاعدة مع حدا، أوكي، وكمان فكرت بهالموضوع، أوكي. إذا أنت أصلاً بتعرف شو معناها كتير منيح، بس للناس اللي ما بتعرف فمش مشكلة، أوكي. هالفصل شغلته إنه يعرفك على شو معنى كلمة وظيفة، أوكي، بالبرمجة، تمام، بكلمات عربية مبسطة. فإذا نحن رح نبلش بهالفصل، رح نبلش هالفصل عبر السؤال يعني عبر سؤال يعني سؤال بسيط اللي هو شو الدالة معناها بالرياضيات، أوكي، كيف جماعة الرياضيات بتطلع بالدالة، وبعدين لاحقا راح شو اسمه نخلق دالة بالجافا سكريبت مع
مثال بسيط باستعمال مثال بسيط بس عبر يعني او بناء على تعريفنا الرياضي للدالة. اوكي هالفصل بينتهي عبر يعني توضيح او شرح المفاوض البرمجة الوظيفية اللي ممكن يستفيد فيه منها اي مطور. تمام طيب بيكمل هو هون فبقول لك شو البرمجة الوظيفية وليش هالقد مهمة. اوكي شو اللي بخليها مهمة هالقد او ليش بتعنينا يعني. فقبل ما نبلش حتى نشوف شو معنى كلمة البرمجة الوظيفية لازم نجاوب على السؤال على سؤال آخر اللي هو شو يعني الدالة بالرياضيات. هلا الدالة بالرياضيات بتنكتب كما يلي تقول F بين قوسين X وبتساوي Y. هاي كيف تقراها؟ هلا بالمرة لاحظين الكتاب مش قديم بالنسبة للفيديو اللي عم سجله 2017 أنا إحنا بشهر 6 2017. أوكي فبنرجع فإذا عندك F تبع X لو Y هيك فهاي كيف تنقرأ؟ بقول لك هاي الجملة بتنقرأ إنه في عندي دالة اسمها F. أوكي خلينا نطلع بس شوي عشان نتبع. عندي دالة اسمها F اللي هي بتاخد X كمدخل عليها. أوكي أنا برأيي تعرف شو خلي عشان نقراهم ورا بعض وتقدروا تستوعبوا الكلام. هيدي هيك وهذا التعريف لأنه بالصفحتين مش واضحين مع بعض. لازم تغير الزوم تبع الصفحة مش هتطلع كتير حلو. فبقول لك بيكون عندك F هو function. أوكي هو دالة اللي بتاخد X كإدخال عليها. هاي الX هي إدخال عليها والY هو نتيجة حساب الدالة F. يعني الF هي فيك تعتبرها عن كأن عملية حسابية بطريقة معينة مقررة مسبقا. تمام فإذا هلا الX والY مثلا ممكن يكونوا أي رقمين. تمام ف هذا الشيء كتير تعريف بسيط. اوكي يعني هذا التعريف تعريف كتير بسيط. اوكي لكن في عندك هيك زي كلمة زي في يعني اشياء مفتاحية بالتعريف. اوكي كتير مهمة هي. فأقول لك الدالة لازم دائما تاخد على القليلة مدخل واحد. تمام بعدين الدالة لازم تكون ترجع او لازم ترجع دائما 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 لازم ترجع قيمة اللي هي الواي. اوكي هلا اقول لك الدالة لازم تشتغل على على يعني مدخلاتها بس ما بتشتغلش على شيء ثاني. اوكي ولا بتشتغل على العالم الخارج تبعها يعني هلا بنشوف هذا المعنى. اوكي خلي بالكم وبعدين لشيء حيلا اكس بتدخلها اوكي على الفانكشن على الدالة دائما لازم دائما ما يطلع لكش غير هالواي. اوكي يعني الامور مثل القطر واضحة بيطلع من هون بيوصل لهون بروحش على مطرح تاني. اوكي طيب هلا فأقول لك انت يمكن تكون تستعجب ليش اطلعنا او شفنا التعريف الدوال بالرياضيات بدل ما نطلع فيه بطريقة الجافا سكريبت مش هيك. فبقول لك هذا الشيء يعني سؤال كتير مهم لي. اوكي السؤال الجواب عليه كتير بسيط انه تقنيات البرمجة الوظيفية كتير تعتمد على افكار الرياضيات. اوكي والدوال الرياضيات طبعا يعني اوكي لكن شو اسمه يعني ما تخافش هون. اوكي امسك اعصابك هون هون نحن ما حنفوت رياضيات نحن هنعلمك بالجافا سكريبت. اوكي خلال الكتاب كله راح بنشوف راح نكون عم نشوف افكار رياضيات عم تطبق ب
بالجافا سكريبت اوكي، وكيف انه مستعملين حتى نفهم البرمجه الوظيفيه. ماشي، طيب بناء على المرق اوكي، وبناء على التعريف المرق اوكي، فاذا نحن عندنا راح نشوف امثله على الدوال بالجافا سكريبت. طيب فاذا تخيل رح نكتب فانكشن او داله اللي هي شغلتها حساب شو الكالكوليشن، حساب الضريبه اوكي اوكي، فمسميها كالكوليشن تاكس. هلا تحت نشوفها. ف كيف حنعمل هذا الشيء بالجافا سكريبت؟ تمام. طيب هلا بالمره الكتاب مستعمل او معتمد على تشغيل الاكواد على على شو، على المتصفح كروم. انا ما عندي كروم، مش مركب كروم، بيركب على مكس، لكن انا بستعمل فايرفوكس، بحب الفايرفوكس اكثر. اوكي هلا هو بقول لك مستعمل كروم، واذا شيء على الصوت ما تستعمل، لازم تستعمل كروم، تستعمل كروم. اوكي وبقول لك هون هاي لازم يكون عندك عم تستعمل الاصدار السادسه من الجافا سكريبت اوكي، الاي ام سي اي 6 اوكي، او الاي اس اي سي ام اي 6 بقول اي سي ام اي 6 اوكي. والعنوان هذا فيه مواصفات اللغة، يعني اللي حابب ببرمج مترجم لمفسر للغة الجافا سكريبت فيه يرجع للمواصفات الموجودة هون اوكي على هذا الرابط. فهلأ فإذا بكون عندنا متغير بنحط فيه نسبة، نسبة الضريبة كم بالمية، فهو حاطة 5% ومسميها percent value، هذا متغير. هلأ هيك من هون لهون عندي اسم للمتغير هو calculate tax، بس لانه انكتبت بهالنمط صار function. تمام، صارت بالي اللي هي بتدخل القيمه هون. تمام، اللي هي بدها تستقطع منها tax اوكي، وبقول لك انه الداله بترجع شو percent value على 100 ضرب 100 زائد percent value، هي هيك بتنحسب. ماشي، هو هيك حاطه بتنحسب. طيب هلا الفانكشن اللي فوق هذا الكالكوليت تاكس بيعمل بالضبط شو احنا بدنا اوكي، ففينا نستعمل هالفانكشن مع الفاليو ونردها لقيمه شو اسمه الضريبه المستقطعه. فطبعا مبينه كثير حلوه ونعمه مش هيك، بس خلينا ناخذ هيك وقفه هيك على جنب ونطلع مزبوط اوكي، بنحل الكود المضبوط الكود اللي فوق. فبالنسبة إذا بدنا نقارن هذا الشغل بطريقة التعريف الرياضي أوكي، التعريف الرياضي بيفرض عليك إنه إنه كود الفانكشن هذا اللي جوا مش لازم يعتمد على كود من سطر براني. تمام هيك. طيب هاي لما بنحط نحن الفاريبل هيك يكون هذا صار شو جلوبال، يعني صار انا لو فانكشن ثاني ايش دخل عليه، وهذا شو حكي يحكي عنه بالكتاب، لما فوت مره ثانيه عليه من فانكشن ثاني راح يتغير، هذه راح تتاذى اوكي، لازم تضل البيرسنت فاليو ثابته. تمام، فهي بلش يحكي عنه هون. تمام، هلا انا بحضر الكتاب اوكي. فلذلك الفانكشن اللي فوق اللي احنا استعملناه ما فيك تسميه فعلا فانكشن حقيقي اوكي بالنظره او من وجهه نظر الرياضيين اوكي، اساس الرياضيات يعني. فخلينا نظبط هالموضوع اوكي. هلا بقول لكم التصليح هو دغري على السريع بنعمل اوكي، كل اللي بدنا لازم نعمله نحط البيرسنت فاليو اوكي، ك يعني هاي البيرسنت فاليو اللي هي هون اوكي لازم نحطها شو مدخل على الداله، فصارت وين هون. ف هيك انت صار البيرسنت فاليو ما عادش بياثر عليها اشي من برا اوكي. طيب فهلا الفانكشن هلا كالكوليت تاكس هذا
صار فينا نطلع فيه كفانكشن حقيقي، اوكي، كدالة حقيقية، اوكي. لكن شو استفدنا من هالحكي؟ شو ربحنا منه؟ احنا بس خلينا يعني احنا اللي عملناه انه تخلصنا من الولوج كمتغير عام، اوكي. يعني المتغير العام فيك تطالع من اي من اي كود بالنص، اوكي، البرمجي، وفيك تعدل عليه، تمام. فهذا الشيء راح ياثر عليه بباقي الدوائر، تمام. ولك زادت الدوال شو اسمه المتغيرات العامه، اوكي، المتغيرات اللي لها ولوج عام داخل الدوال، بيخليها اسهل لانك تعمل اختبار للكود، يعني تتاكد اذا الكود ماشي صح زي ما بدك، تمام. لانه ما عادش في شيء ضارب على شيء، يعني عندك اثنين فانكشن بدهم، اذا الفانكشن عمل تاكس بدك تستعمل فانكشن التاكس مره ثانيه، اوكي، في فانكشن اجا بيناتهم هول الاثنين فانكشنز، اوكي، وعدل على البيرسنت فاليو، البيرسنت فاليو تغيرت وهو اصلا مطلوب منك ما تغير ب البيرسنت فاليو بال يعني بناء على المعطيات، اوكي. لو كانت المعطيات انك مثبت البيرسنت فاليو النسبه المئويه مثبتها اكيد، يعني شو كل يوم الضريبه بتغيرها والناس بتنق عليك. فاذا انت انت عم تحسب حسبت خطا، هذا الشيء مؤذي، تمام. عشان هيك الحساب الخطا انك في كذا فانكشن مش لازم يضارب على البيرسنت فاليو، البيرسنت فاليو لازم تضل ثابته، اوكي. ف هلا نحن عملنا يعني علاقتنا مع دالة الرياضيات ل للجافا سكريبت، اوكي. وبهال المثال البسيط هذا او التمرين البسيط نحن فينا نعرف البرمجة الوظيفية ب يعني مفردات تقنية بسيطة، اوكي، وسهلة. البرمجة الوظيفية هو عبارة عن او هي عبارة عن نمط اللي احنا نكون عم نخلق دوال اللي هي راح تكون تشتغل شغلها، اوكي، باعتمادها بس على المدخلات اللي عليها، مثل صاير عندنا بيرسنت فاليو والفاليو، تمام. هذا الشيء يعني بيضمن لنا انه الداله لما بتشتغل كذا مره ولما بتنطلب كذا مره بالشغل، اوكي، راح دائما دائما تعطيك نفس النتيجه، تمام. الداله اللي والدالة هيك مش رح تغير اي داتا، اوكي، بعالمها الخارجي بالمحيط تبعها مش رح تغير باي نوع من الداتا، اوكي. فهذا الشيء رح يخليك توصل لكود يكون ممكن تحفظه لبعدين، هي واحدة، يكون قابل للاختبار والتأكد من صحته، اوكي. وكمان ممكن يكون كاشبل، كاشبل كاش بالبرمجة معناها ذاكرة قصيرة، ومعناها انك انت فيك تحفظ النتيجة مباشرة، اوكي، بدون ما انت تفوت ببطن الفانكشن. يعني بطن الفانكشن مثل هذه هون، بطن الفانكشن مثل هون، اوكي، مثل بيرسنت فاليو ريتيرن على السطر، اوكي. مش ضروري كل مرة تفوت فيه، خلص انت عارف مثلا بتدخل رقم على العمل على مثلا اثنين، مثلا اي شيء بتضربه باثنين بيعطيك نتيجة، نتيجة الضعف. فانت مش ضروري كل مره تيجي تستعمل عمليه الضرب تطلع الضعف، خلص بيطلع معك بالاخر شيء زي جدول جاهز بتحطه، اوكي، بتكبسه كبس، اوكي، فبترجع له هو، ما عاد ترجع للعمليه الحسابيه، فبتكون افزت عن العمليه الحسابيه تبعت الضرب. هاي بعمل الشيء المبسط يعني، اوكي، ابسط شيء ممكن، او الجمع او شيء ما كان، اوكي. فانت هيك الحساب بكون صار نتيجته مخزنه لوقت لاحق، اوكي. فهيك تعطيك سرعة بالتشغيل، اوكي. هلا طيب جماعة الجافا سكريبت اكثر شيء بيكونوا معودين على نمط البرمجة البرمجة الموجهة للكائنات الاوبجكت اورينتد بروجرامينج او بالانجلي او اختصارا او او بي، اوكي. هلا جماعة الجافا سكريبت بالاو او بي بيقولوا للدالة مش فانكشن، بيقولوا لها ميثود، يعني طريقة، اوكي، طريقة عمل.
ف كيف يعني هلا هون بقول لك نحن بقول لك حكينا او حكينا عن كلمه الفانكشن كثير بهالنص او بهالكتاب، لكن رح قبل ما نكمل رح نحاول ناكد على شغله، الفرق بين الفانكشن والميثود، وهذا اللي انا كنت بدي احكي فيه. فهو ببساطه حط ببالك انه الفانكشن هو شافة الكول اللي هي بس تنطلب باسمها دغري، تمام؟ وبس بتعبي لها المدخلات تبعيتها مثل البيرسنت فوق، مثل ما برق بالبيرسنت قبل، اوكي، والتاكس، وخلص وطلع النتيجه، نتيجه الحساب يعني. لكن بالميثودز لازم يكون خالق بالاول او كاتب نص يكون يعبر عن متغير، وهذا المتغير له شو؟ له داله بتنبثق منه، اوكي؟ هلا بنشوف كيف. فبتحط هيك مثلا، هاي طريقه الفانكشن العاديه، اوكي؟ فمثلا عندنا فانكشن هو اسمه سمبل، بياخذ متغير a، اوكي؟ يعني مثلا وبرجع a، تمام؟ فبتكتب سمبل 5، سمبل 5 لازم ترجع لك شو؟ 5. سمبل 5، اوكي؟ لازم ترجع لك شو؟ 5. بتدخل 5، شو عم تقول له هون؟ رجع 5. طيب هلا بالميثود هون عم بتقول طريقه الميثود انك بتخلق متغير طبيعته هو كائن اوبجكت بيمثل لشيء موجود على الارض، اوكي، لانه الاوبجكت اورينتد بروجرامينج هو تمثيل لشيء موجود على الارض، تمام، مش حل مساله، اوكي، ف وبالاخر بوصلك لحل المساله، اوكي. فانت عم بتمثل انه في عندي اوبجكت، شيء عندي كائن وله وظيفة بمارسة هذا الكائن، اوكي. فوظيفة الكائن هون او طريقة عمل هذا الكائن، اوكي، انه بياخذ دالة اسمها سمبل وبرجع تاخذ هالوظيفة هاي تبعية الاوبجكت سمبل، اوكي، بتاخذ المتغير A وترجع A، اوكي. فانت هيك لتشغل السمبل لازم تكتب شو؟ اوبجكت نقطة، وبعدين بطال السمبل تقدر توصل للسمبل، اوكي، حتى تقدر تشغله. فكأنك انت كبشر جيت قلت انا بشر، مسكت ايدي وحركتها، اوكي، فالايد طلعت من وين؟ من جسمك كجسم ككائن، انت طلعت من جسمك هيك وتحركت، اوكي، بس ما في انه ايد لحالها هيك، تمام، هاي كانوا ايد لحالها، هذه هون كأنه انت والسمبل هي ايدك، اوكي. هون السمبل لا على علاقه بايدك ولا في عين فيك ولا بشيء، شغله وظيفه عمليه حسابيه موجوده وبس، ما لك بشيء. فبدك تفهم هون نحن ما بنتعامل مع الاو او بي، نحن نتعاطى مع مين؟ مع الفانكشنال بروجرامينج، مع البرمجه الوظيفيه، اوكي، ما بنتعامل مع البرمجه الكائنيه. طيب ف طيب هلا بدنا نبلش نحكي عن فوائد البرمجه الوظيفيه، اوكي، وخصائصها. اول شيء في عندنا شيء بنسميه بالانجليزي ريفرنشال ترانسبيرنسي، اوكي. هلا انا ما عرفت شو كيف الترجمه مزبوط. هلا ريفرنشال يعني من ريفير، معناها انك ترجع على شيء، اوكي. واحد يقول لك ريفير تو ذس بوك، يعني ارجع على هذا الكتاب وشوف شو المعلومات اللي فيه. ترانسبيرنسي يعني الشفافيه، اوكي، فالشفافيه الاستدلاليه او المرجعيه هون، اوكي. كيف يعني؟ بقول لك هون نحن عندنا نحن عملنا جمله، اوكي، او اقرار انه كل الدوال هن لازم يراجعوا دائما نفس القيمه لنفس الادخال، اوكي. فهون عندي هاي الخاصيه بنسميها ريفرنشال ترانسبيرنسي، اوكي، انك ضرب 2 معناها دائما راح يطلع لك الضعف. ضرب 2 لما تشيل شيء، اي شيء ضرب 2 لازم يطلع لك ضعف لهذا الرقم، اوكي، اللي دخلته. فهاي هون انه عمليه دائما 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 لازم يطلع لك الضعف، اوكي، بهاي العمليه الحسابيه بالذات، اوكي، حتى حتكون هاي العمليه الحسابيه عم بتمارس الريفرنشال ترانسبيرنسي، اوكي.
اذا اي داله ثانيه مثلا شو ما عملت، المهم انك بتدخل اكس بيطلع لك واي، دائما هذا الاكس مقابله راح يطلع واي اذا بتستعمل نفس هذا الفانكشن دائما، تمام؟ فهذا نسميه شو؟ ريفرنشال ترانسبيرنسي. فمعناها انك انت فيك تشيل ال شو اسمه، تشيل الفانكشن وتحط القيمه دغري محلها، تمام؟ فمثلا هون عندنا هذا الفانكشن، تمام؟ اسمه ايدنتيتي، كثير مهم هذا الفانكشن الاي دي، تمام؟ بتدخل اي هو مثل السمبل اللي مرق، بتدخل الرقم برجع هو، اوكي؟ زي المرايه، تمام؟ فبالكود اللي فوق، اوكي؟ عم بقول لك احنا عرفنا فانكشن اسمه ايدنتيتي، هذا الفانكشن، اوكي؟ عرفه. طيب هلا بقول لك هو هون لاحظ انه هذا الفانكشن بس بيشتغل على الادخال اي، اوكي؟ وما في اي يعني ولوج عام لمتغير خارج النص تبع الفانكشن الايدنتيتي، اوكي؟ الايدنتيتي معناها الهويه، اوكي؟ والايدنتيتي هذا فانكشن كثير مهم بالرياضيات، تمام؟ ف يعني ما في زي ما مرق مثلا فوق قبل هون، يا شوف اذا كاتبه تحت، اوكي لا خلينا نرجع بالكم. فهو مثل ما مرق عنا مع الكالكوليت تاكس، ما في عنا مثل هذا الحكي، اوكي ماشي، ما في عنا انه بدك البيرسنت فاليو لازم تطالها من برا، اوكي لا، البيرسنت فاليو بدها تضلها عم تنطال من بين القوسين تبعون الادخالات، اوكي. ماشي. وبعدين كمان هلا لما بدك تشيل انت الفانكشن ايدنتيتي فيك تحط دغري محله واحد، فبضل شو عمليه الصم هون كلها هاي ثابته ما بتتغير. فهذه هو تعريف ال ريفرنشال ترانسبيرنسي، اوكي. ففينا نحول هالسطر زي ما حكينا لهي الشيء، اوكي. هلا هالعملية هاي اللي احنا عملناها بنسميها نموذج التعويض، اوكي. فعلى اساس انه فيك انت دغري مباشرة تعوض نتيجة الفانكشن، اوكي، مثل ما هي. هذا لانه الفانكشن اصلا ما بيعتمد على متغيرات عامة، اوكي، متغيرات ولوج عام من برا، اوكي. فهذا الشيء بيؤدي انك تعمل انت كود متوازي، يعني برمجه متوازيه، وتعمل الكاشينج. خلينا نقول برمجه متوازيه يعني انت مثلا تشغل كذا فانكشن بنفس الوقت مع بعض، اوكي، وكل وحده بتعمل مهمه معينه، تمام. هلا الكاشينج احنا شرحنا الكاشينج انك انت خلص صار معروفه، تحط اكس وتطلع واي مقابله، فيك تعمل صار زي كأنه جدول فيه هون دغري تطلع نتيجة كل شغلة بدون ما تفوت بالعملية الحسابية، اوكي، لأنه فيك تربط هاي يعني كل إدخال بالمخرج تبعه، اوكي. فهذا الجدول صار فيك تحفظه، صار فيك بس من طريق البحث تجيب النتيجة اللي بدك إياها، اوكي، وبتحطه بالذاكرة، فطول الوقت بضله هذا محفوظ على جنب على السريع بالطالب. فبقول لك تخيل انه مع هذا النمط، اوكي، او مع النموذج، اوكي، انت فيك بشكل سهل تشغل الفانكشن اللي فوق، اوكي، بعدد من الثريدز، بعدد من الفروع التشغيليه، اوكي. هذا ثريد معناه خيوط، بس بحب اقول فروع تشغيليه لانه هون عم تحكي عن الكمبيوتر، اوكي، بدون حتى الحاجة للتزامن، اوكي، يعني بدون ما تيجي تقول والله مين قبل مين بالدوال، تمام. ولأنه عم يشتغلوا مع بعض، فإذا اشتركوا على شيء قيمة صرت بدك تقول أي دالة قبل الثانية بدك تصيرها تشتغل، اوكي، مع إنه عم يشتغلوا سوا مع بعض، بس لأنه الكمبيوتر سريع ما حتحس بتبديل الوقت، اوكي، بكون الفرق بين الاثنين، اوكي، كتير ضيق، اوكي، بس بيقدر كل واحدة من الفانكشنز، بيقدر كل واحدة من الدوائر تشتغل براحتها.
خلينا نشوف شو مقصود من هذا الكلام. تمام، خلينا ننزل. اوكي، بقول لك انه هون عندك الريفرنشال ترانسبيرنسي هي نوع من الفلسفه. اوكي، فبقول لك الريفرنشال ترانسبيرنسي هي كلمه جاي من شيء مسميه الفلسفه التحليليه. اوكي، وهذا رابطه على الويكيبيديا. اوكي، وهذا الفرع من الفلسفه بيتعاطى مع ال مع يعني اللغات البشرية ويعني نحوياتها وطريقة الحكي فيها. اوكي، ومعانيها. اوكي، فهون كلمة referential او reference بتعني انه الشيء اللي هالتعبير بيرجع له. اوكي، فاذا انت شلت التعبير حطيت كلمة محل كلمة، يعني زي ما بتقول خبط وضرب. هلا بالاخر شوي بيفرقوا، بس من الاخر انت فهمان انه بودوا لنفس المعنى، انه في ضربه. اوكي، فهي نفس الكلام. تمام، فهذه هي ريفرنشال ترانسبيرنسي. فاحنا لما بنجيب الفانكشن مع الادخال، لو شلت الفانكشن مع الادخال حطينا النتيجه هي ذات الفكره. تمام، هذا ريفرنشال ترانسبيرنسي. هلا هو رح يجينا من شان قصه البارال كود لاحقا. تمام، هلا هون الفانكشنال بروجرامينج هي كمان عن عن ان طبيعتها اوكي بتكون اعلانيه وتكتب كود مجرد. تمام، نحن لازم نستعمل، لازم نفهم، حاول نفهم شو معنى هدول الاثنين قبل ما نكمل. اوكي، نحن كل اللي بنعرفه واللي اشتغلنا عليه سابقا هو طريقه السي والجافا. هاي الطريقه الامبراتيف اللي هي الحتميه، انك انت بتكتب صف لاوامر، سطر ورا سطر، كل سطر فيه امر معين بدك تقوله للكمبيوتر شو يساوي. اوكي، فبقول لك خلينا نعتبر انه في عندي هالاراي. اوكي، وبدنا نطبع محتواها. تمام، اوكي. هلا هون لاحظ شو عم بيصير. عم تيجي انت كل مره بتاخذ الاي وبتغير وبتنتقل من مثلا 1 2 3، كيف انا عم ضويهم وحده ورا الثانيه، وكل مره بياخذ وحده من الاري وبروح طابع محتواها. اوكي، طبعا الاري هي المصفوفه يعني او السلسله. تمام، هلا فانت هيك شو عم بتدله للكمبايلر او الكمبيوتر، اوكي، انه كيف يشتغل وشو لازم يعمل كل حبه بحبتها. تمام، هلا خلينا ناخذ طريقه تبعيت الفانكشنال. راح نستعمل فانكشن، في فانكشن هون اسمه فور ايتش. اوكي، بالجافا سكريبت. هذا شو بيعمل؟ هذا لحاله اوتوماتيكيا بدون ما تفوت انت بقصه العد وتعرف تحاول انك والله وين لازم وقف، يعني هاي هون الشرط هون بدك تقول له وين لازم وقف. اوكي، واذا كان لازم تزائد ولا تنقص، لا انت بدك تمر عليهم ما تسالش كيف هني. تمام، ف يعني هذا تعليق بدون ترجمه لانه شغله بالنسبه لي واضحه انا. فهون صاير شو عم يعمل؟ عم بيمرق على كل حبه بحبه حبات الليسته او الاري هون او السلسله هاي. اوكي، عبر اقحامها، اقحام كل عنصر من عناصر هاللسته وين بالالمنت. تمام، وكل مره كل وحده بياخذها وبطبعها هيك، هي لحالها تلقائيا بتمرق عليهم بسبب الفور ايتش. اوكي، هلا هون الطباعه بالمره ما حتطبع قدامك على الصفحه، حتطبع بالديبجر بالكونسول. انا هاي دائما بفضل تيجي تستعمل بدل الكونسول بتلوج عشان تشوفها بعينك بشكل اهون، تستعمل دوكيومنت دوت رايت. اوكي، يعني بدل تصير نغير مثلا اي كود. اوكي، انت جربه عندك بقلب فايل اتش تي ام ال. اوكي، طبعا انا مثل ما اتفقت معكم انا هون عم بحكي مع مترجم مع مبرمجين، فهي الكونسول دوت لوج تحولها ل دوكيمنت دوت رايت. تمام، هلا فاذا بقول لك هون الكود اللي فوق بيعمل بالضبط
بيطبع بالضبط نفس الاوتبوت تبع الكود اللي قبل اللي هو اللي كان فيه فور لوب عاديه، تمام مثل هون، تمام. ف لكن نحن شلنا الهاو بارتس، اوكي، مثل انه كيفيه العمل. يعني احنا هون شلنا كيفيه العمل، ما حطينا نحن، ما عاد نسال كيف تشتغل الامور، نحن عم نقول له بس في عندنا هيك اعملها، اوكي. فاحنا صرنا نطلع ب بالطريقه المجرده اللي هي بتشيل كيف الاشياء عم تنشغل، اوكي، بس بنوصف له انه هيك بتنطبع الامور، تمام. يعني لكل وحده اطبع لي، بس ما قلنا لك احنا كيف تمره وين تمره وكيف لتجيبهم، هول ما بدنا اياهم، اوكي. بس بالتعريف انه هاي فور ايتش، اوكي. هذا الشيء كثير منيح، هذا الشيء بيخليني انا كمبرمج ما عاد اكترث للاشياء التافهه مثل عد العناصر لسه، اوكي، وبتصير تفكر اكثر كبشر، اوكي، مع الكمبيوتر، تمام. مش بتنزله للكمبيوتر، الكمبيوتر بصير هو يطلع لك، عرفت شو؟ هو بصير بخدمتك مش انت بتصير بخدمته، هذا هو المقصود من كل البرمجه الوظيفيه، انا هيك برايي. طيب هلا هلا هون بقول لك فوائد البرمجه الوظيفيه، اوكي. فاحنا شفنا هلا تعريف البرمجه الوظيفيه، اوكي، وشفنا كمان مثال بسيط لعن الداله بالجافا سكريبت. فلكن بدنا هلا نجاوب على السؤال التالي، شو فوائد البرمجه الوظيفيه؟ فاذا من هون رايح بلش حكينا عن الفوائد، تمام. هلا بدنا نعرف شو يعني بيور فانكشن، تمام. في لا تعجن كثير في الكتاب يا زلمه. المهم ف اوكي، هلا البيور فانكشن هون هن الفانكشنز اللي بياخذوا نفس الادخال نفس الاخراج لنفس الانبوت، اوكي، لنفس الادخال، اوكي. يعني دائما لشيء معطى، اوكي، دائما بيطلعوا نفس المخرج، اوكي. فمثلا عندنا فانكشن هون اللي هو بضرب باثنين بيعطيني الضعف، فبدخل فاليو، اوكي، بتعطيني ضرب اثنين، ماشي. طيب هالفانكشن اللي اسمه دبل هو بيور فانكشن لانه لقيمه مدخله معينه رح دائما 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 تعطيني نفس النتيجه اللي هي الضعف، اوكي. بدك تجربها بحالك. ف انك استعمال الداله الدبل هاي، اوكي، مع رقم 5 دائما لازم يعطيك 10، اوكي. فهون البيور فانكشنز بيتبعوا قانون الريفرنشال ترانسبيرنسي، اوكي. لذلك احنا فينا نشيل الدبل 5 ونحطها دغري محلها 10 بدون اي اي تردد، اوكي. طب شو القصه بالبيور فانكشنز هون؟ بقول لك هو هون انه ممكن هي بقول لك هي عندها كثير فوائد بتعطينا اياها، اوكي. رح نحكي عن كل فائده منها بالنص اللي جاي، اوكي، هو هيك عملها. طيب هلا اول شيء البيور فانكشن الداله الصافيه، اوكي، بتادي لكود ممكن تختبره، اوكي، قابل للاختبار. مثلا حتى نشوف هون، نرجع لفانكشن البيور تاكس، للتاكس وللبيرسونال اللي بحكي، تمام. فهون شو صاير عندك؟ صاير عندك انه البيرسونال فاليو بتعتمد على مين؟ البيرسونال فاليو بتعتمد على قيمه خارجيه خارج بطن الفانكشن، اوكي، خارج الفقره تبع التعريف تبع الفانكشن، خارج عمل الفانكشن، اوكي. فهاي صار بيعتمد على external environment، هي على بيئه خارجيه، اوكي. يعني شو صاير هو وراها هذا الفانكشن هيك حيشتغل. البيور فانكشنز مش لازم يكونوا هيك، لانه اذا ما عملت هيك ما عادش بصير في عندك ريفرنشال ترانسبيرنسي،
ماشي. طيب هلا لما تيجي مثلا كيف يعني بصير مثلا تقول هلا انت بتحط حطينا مثلا هاي البيرسونال فاليو 5 وحطيناها كالكوليت تاكس عرفنا على ليش استعمل كالكوليت تاكس هاي اول مره 5 وربع اوكي 6 بتعطيها 6 وثلث اوكي وهون 7 وثلث اوكي. طيب هلا لما اجي انا استعمل ال يعني بتطلع هيك كل التستات ايه بتمشي بتعبي الارقام بتعطيك النتيجه اللي انت بدك اياها، لكن اوكي الفانكشن الاساسي تبع الكالكوليت تاكس اللي بيحسب التاكس هذا بيحسب الضريبه بيعتمد على قيمه خارجيه اللي هي شو او بيئه خارجيه اللي هي البيرسون 5. طيب هلا اذا احنا نزلنا هيك اوكي جيت انت عندك ماشي بالكود قلت مره حسبت تاكس 5 بعدين اجى شيء فانكشن ثاني اوكي من برا غير الكالكوليت تاكس اجى غيرها للرقم 2 شو بتصير؟ هل بتصير فعلا 6.3 النتيجه؟ لا لانه ما عادش 5 ما عادش صارت 5 البيرسنت تاكس او البيرسنت فاليو عم بحكي النسبه المئويه تبعت الضريبه صارت مغيره. فاذا انا حكيتها تغير مش معقول تضل هاي 6.3 تمام. فاذا المره الجاي شو بتطلع؟ بتلاقي حالك انك جيت غيرت البيرسنت فاليو للصفر. طيب اوكي بفانكشن ثاني اكيد حيعطي هل حيعطي اكسبشن اوكي. ف انه القصه هون مش مزبوطه تمام بدك تضلك مثبتها على الخمسه لانه انت هيك مطلوب من شغلك اوكي مش عم تعطيك النتيجه اللي انت متوقعها اوكي لانه كل مره في فانكشن ثاني دخيل عم بيجي بيشتغل بالبيرسون فاليو وهذا هو غلط اصلا انت لازم تثبت البيرسون فاليو. طيب هلا هون فاذا عشان نحل هالمساله كرمال هيك بنحط البيرسونت فاليو شو كقيمه موجوده هون ماشي. هلا فالقاعده تبعت البيور فانكشنز الدوال الصافيه انه هن مش لازم يغيروا او يحوروا باي قيمه خارجيه اوكي يعني مش لازم يعملوا ولوج خارجي على بعض القيم ماشي. طيب مثلا هذا مثال انه عن فانكشن بيكون سيء اوكي داله سيء اوكي فبقول لك هذا متغير عام اوكي على اساس انت لما تيجي تستعمل المتغير الداله السيئه هاي وتدخل قيمه عليها اوكي هون شو عملت انت بالجلوبال غيرتها فحطيتها كلمه تشينج هي القيمه الاساسيه لازم تضل على اساس انت متوقع انه تضل القيمه العامه بس لانه المتغير هذا عام اوكي من برا بيقدر ينطال من اي فانكشن فجيت انت شو عملت؟ شلت هذا وغيرته فتغير هون اوكي فلما يجي فانكشن ثاني بده يجي يستعمله شو حيعرف؟ اوكي رح تحس حالك ضايع تمام؟ مش تدور ليش شكل المشكله بتقعد تتبع بالكود بل ما تتبع بالكود خذ استعمل فانكشنز واضحين هذا هو المقصود تمام. فهذا الشيء بيؤدي انك تعمل كود بيكون شو ريزونبل شيء كود معقول فيك فيك دغري بس انك تطلع بالفانكشن ما عادش بتصير تفكر شو صاير بين الدوال خلص انت عم تطلب فانكشن شغلته هيك عبيت له هيك عرفت. طيب فهون بيحكي عن الكود المعقول تمام. كمطورين احنا لازم نكون كثير مناح انه نستعقل او عند يعني واحد يحس بعقلانيه مع الكود او الفانكشن اللي عم بكتبه اوكي يعني بالمعنى انه يجي يقدر لما بده يستعمله اوكي بحس بقيمته وبحس باسبابه اوكي. طيب ف اوكي فعبر استعمال البيور فانكشنز اوكي وكتابتها نحن
ببساطة فينا شو نوصل الكود المعقول اللي هو واحد قادر يحسبه ببساطة بكل سهولة. اوكي فهذا الشيء خلينا نستعمل الفانكشن الدبل اوكي اللي مر علينا هون تمام. فعبر النظر على هذا على اسم الفانكشن في احنا بس ببساطة ان يعني نقول انه هذا الفانكشن شو شغلته ضاعف الرقم وبس. اوكي هلا بالحقيقة اوكي استعمالنا لمبدأ الريفرنشال ترانسبيرنسي فينا نحن ببساطة نشيل الدبل ونحط الضعف قيمة الضعف. اوكي فهيك بصير بسهولة انه المطورين اللي هن يعني بعده يعني معظم وقتهم بعده بيقرأوا كواد غيرهم فهيك ما عاد بضيعوا. فهمت شو؟ فانت لازم دائما 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 تحط اسم لدالة يكون واضح معالمه تمام؟ يعني دبل دبل خلص. اوكي؟ مثلا كالكوليت تاكس كالكوليت تاكس مش بتحط سي ويساوي ما تحط السي ويساوي هاي. اوكي؟ طيب هلا عم نتابع فبقول لك هون سمول مايند سمول مايند جيم لعبه هيك لعبه ذهنيه صغيره. اوكي بقول لك احنا هون كنا عم نبدل الفانكشن مع 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 القيمه. اوكي كان كانه بنعرف النتيجه بدون ما نشوف كيف الكود يعني مكتوب تبع الفانكشن كيف الفانكشن بيشتغل. اوكي هلا هذا تحسين كتير كبير اوكي بطريقه تفكيرنا عن الدوال. هلا نحن كنا عم من او نحن عم من نعوض الدوال او قيم الدوال اوكي كانه هي النتيجه اللي حيرجع ترجعها للداله. اوكي طيب حتى حتى نحرك لك دماغك بسؤال بسيط اوكي وسريع اوكي شوف هل يعني الفهم تبعك او قدرتك على الفهم اوكي بهال الفانكشن تبع الرياضيات عرفت شو اللي هو ماث دوت ماكس اوكي اللي هو الماكس يعني اللي بيعطيني الاكبر. فاذا انت عملت ماث دوت ماكس ل 3 4 5 6 اوكي مين حتاخذ اكبر شيء؟ طبعا اكيد حتلاقي حالك حتحط السته. اوكي هل عندك كيف كنت بتعرف كيف تنجاب الماكس؟ ما بتعرف خلص بس اسمه شو الماكسيموم. فهمت شو؟ فهذا هو شو اسمه البيور فانكشن تمام. طيب هلا الكود المتوازي كيف يعني في عندي كود متوازي؟ اوكي هلا بالنسبه لبيور فانكشنز يعني فبقول لك الدوال الصافيه بتساعد انك تشغل كود متوازي. اوكي اوكي بما انه الفانكشن الصافي اوكي الحقيقي مش راح اغير اي شيء بالمحيط او البيئه تبعها اوكي اللي قاعد فيه هاد الداله. اوكي يعني ما راح اجيب مثلا مثل البيرسنت فاليو حطه من برا او حط زي فاريبل اذا متغير الجلوبال وحطه من برا وجاي اعدل عليه ما عنده البيور فانكشنز هيك طبعا. لكن مشان هيك هذا الشيء ما راح يساعدنا انه ما نفكر بالسينكرونايزيشن بالتزامن. اوكي يعني صير نضل نفكر انه شو بدنا نعمل القيمه اللي برا هاي اوكي لانه احنا مشغل كودين مع بعض وراح اثنيناتهم بدهم هذه القيمه. اوكي ما راح نسال عن الموضوع. ف بقول لك بالطبع الجافا سكريبت ما عنده فكره الخيوط الحقيقيه اوكي حتى نشغل الدوال بالتوازي.
بس لو مثلا البروجكت تبعك عم بيستعمل هاي شغله بسميها الويب ورك، ويب وركرز، حتى تشغل كذا شغله بالتوازي. اوكي، ايش لو كنت تستعمل هاي قصه الويب وركرز بالتوازي هلا، او مثلا بدك تستعمل جافا سكريبت بطريقه النود دوت جي اس. اوكي، وهي القصص بدها مرات نوع من التوازي. فمثال عم بيعطيك عليه انه لو بدك تكتب فانكشن امبيور، امبيور يعني مش صافي. اوكي، بمعنى هاي اللات جلوبال هون اسمها تاخذ قيمه something، something يعني شيء، يعني عندك هذا المتغير اخذ العام هذا اخذ كلمه something. اوكي، اخذ شيء. طيب بقول لك خلي هالفانكشن انبوت بياخذ هذا الانبوت. اوكي، فانكشن الاول عندي فانكشن ثاني، تمام. هلا الفانكشن الاول بياخذ قيمه، قال لك هذا بيغير الفانكشن الاول بيغير كلمه الجلوبال ل something else. اكيد ليش؟ لانه الجلوبال هو عام، متغير عام، فالفانكشن واحد بيقدر يطلع لبرا ويجيب الجلوبال. اوكي، طيب هلا نجي نحكي بالفانكشن 2، بقول لك اذا مع اساس انه شو بدنا نشتغله سوا، فاذا الجلوبال صارت something شو بدك تساوي، اعمل بدك اياه، المهم اعمل شيء. اوكي، طيب هلا هون شو صار عندي؟ صار عندي الجلوبال شو تغيرت، هاي القصف الشقفه اللي هون تبعت الشرط هذا ما رح تشتغل. اوكي، لانه هاد غير، عرفت شو؟ لما يصير في اثنين عم بحاولوا يشتغلوا مع بعض والثاني بده يشتغل، الفانكشن الثاني حيموت، هداك حيضل شغال، هداك دغري حيموت. ليش؟ لانه بعد التغيير ما عندوش شيء يسوي فبموت. فانت الفانكشن الثاني بده يشتغل شيء وعنده شويه بزنس لوجيك، زي ما بقول لك منطق هيك، شويه كود فيه سياسه تجاريه معينه مثلا، هذا السياسه التجاريه المعينه مش هتشتغل. اوكي، فانت هيك شو علقت. اوكي، لانك انت هي صار عندك شو؟ صار عندك نوع من التغيير. بس اذا عملت بيور فانكشنز، حطيت ادخال هون، حطيت جلوبال هذا، فقلت انت شو هون جلوبال سمثينج else، المهم انه الجلوبال معش برا، صار محشور وين؟ بالاقواس، مكلبش بين الاقواس تبعون ال الفانكشن 1. ماشي، ف بهالحاله صار عندك الفانكشن 1 اوكي بغير سمثينج else. اوكي، هلا بصير شو عندك هون بالفانكشن 2؟ بقول اذا الجلوبال هي سمثينج بيشتغل. هلا الجلوبال هون لتدخل عليها لتصير سمثينج، اوكي، لحتى تبدأ تشتغل. اوكي، بس مش بيجوا من برا كل واحد بيتضارب. اوكي، فهيك الفانكشن 2 والفانكشن 1 ما عادش لهم علاقه ببعض، بيشتغلوا بالتوازي ما لهم علاقه بالثاني. اوكي، لانه هن بيور، تمام. فبصير انت شو بدك تصير تعمل طريقه لتدخل تبعت قيمه بينات هون هون، اوكي، لتغير الجلوبال، حتى تغير something. فبتغيرها لما انت بدك، مش لانه في function من هون ده عم بيضارب على الثاني لحتى يغير. اوكي، هلا هون عندنا شو معنى الكاشبل؟ احنا فسرناها بس بدنا نشوفها كيف هي بتنعمل بجافا سكريبت. ف مثلا عندنا فانكشن يعني بيشتغل مسافه طويله ووقت طويل كثير، بقول لك لونج رانينج فانكشن. اوكي، وبياخذ شيء اي بي، تمام، بيعمل عمليات حسابيه بتاخذ كثير وقت، تمام. ف اذا هالفانكشن او هالداله اللي اسمها لونج رانينج فانكشن، فانكشن اللي بتضلها شغاله فتره طويله، اوكي، هي فانكشن صافيه، هي دالة صافية. اوكي، نحن شو صار فينا نعرف انه لحيالله ادخال بنعرف شو نتيجته. اوكي، وبضل يطلع نفس النتيجة. اوكي، فبما بناء على هذا الشيء، ليش احنا علينا كل مرة نطلب نفس الفانكشن عشان يحسب لنا العملية هاي؟ اوكي، كذا مرة. هذا الشيء كثير كنت ألاحظه بحالي وانا عم بكتب كواد، يعني اوكي، مرات بحس بشغلات مش بحاجة يعني. اوكي، فما فينا بس ان شو اسمه نبدل الفانكشن اوكي بنتيجتها المحسوبه سابقا، تمام. ف
فبقول لك هون نلاحظ انه مره ثانيه عم نرجع نستعمل فكره الريفرنشال ترانسبيرنسي، ولذلك وبالتالي تبديل او تعويض الداله بالنتيجه المحسوبه سابقا، اوكي، بحيث انه ما يغير بفحوى المعنى، اوكي. ف فتخيل انه احنا عندنا مثلا مشروع محاسبه، اوكي، بوك كيبنج، اوكي، يعني كشف الحساب بالبوك كيبنج. فاذا اللي هو بضل اللي هو بضله شو اسمه كل الدوال هون كل هون شو which does keep all function called اللي هو بضل بحافظ على انه شغل الفانكشن هذا شغال بهالطريقه، اوكي، انه 2 بتعطي 3، 5 بتعطي 4، هيك عرفت شو. ف فلو مثلا هالفانكشن هذا لونج رانينج فانكشن بوك كيبر، اوكي، هون عندنا صاير اوبجكت جافا سكريبت بسيط اللي هو راح دائما ياخذ الادخالات كشو كمفاتيح ويعطي النتيجه مقابله كنتيجه، اوكي. فصار عندك هيك جدول زي ما حكيت انا دائما. فهيك بهالحالة إذا بنستعمل هاي، أوكي، فبنقول عندنا long running function bookkeeper has own property IP، أوكي، فبتيجي على الـ IP بيطلع شو تعمل بهالطريقة، أوكي. فهون صار إنه long running function IP، أوكي، هون دغري بتاخدها تمام على الاي بي اللي بدك اياها. بقول لك الكود هذا اللي مكتوب فوق دغري هيك على الطاير واضح، اوكي، سريع، اوكي، يعني بنفهم على السريع، اوكي. قبل ما نستعمل الفانكشن الحقيقي تبعنا، يعني نحن رح نتاكد اذا النتيجه تبع هالفانكشن تبع الاي بي اللي داخله هي موجودة بالأوبجكت البوك كيبينج اللي فوق، أوكي، هون تمام. فإذا كان دغري بنرجعها، غير شيء بنطال الفانكشن الحقيقية تبعنا. شوف ما أحلاها. فهون بقول لك يعني هاي في لونج رانينج أي بي، هاي ما انتبهت لهاش هاي النقطتين ولا انتبهت لهاي هون عادة استفهام. هون معناها بقول لك شو هيك بتعمل كاشينج، أوكي. بقول لك اذا عندك has own property IP، اوكي، بتستعمل علامه استفهام، فبتتاكد يا بترجع الاي بي المحسوبه سابقا هون، اوكي، يا شو بتعمل بتستعمل الفانكشن تبع الاي بي وبتحسب عليه. ماشي، الحسابات الجاهزه حطها، الحسابات اللي مش جاهزه شو بتعمل فيها؟ بتفوتها على الفانكشن، هيك بتصير تعمل كاشينج. فاحنا بقول لك هون نحن راح نكون عم نكتب يعني مكتبه فانكشنال، مكتبه برمجيه فانكشنال اللي هي حتعمل نوع من الكاشنج او تكنيكال ميمورايزيشن، يعني شو يعني حفظ تقني تبع يعني استعمالات او مناديات الدوال الصافيه لاحقا في الكتاب. طيب هلا في عنا شيء بنسميه البايبلاين والكومبوزبل. طيب البايبلاين، اوكي، خلينا نقرا ونشوف شو قصده فيهم. طيب بالدوال الصافيه نحن راح نكون عم نعمل بس شغله وحده بهالداله، اوكي. نحن شفنا كيف شفنا لو كيف الداله الصافيه بتشتغل على بيشتغل ك يعني شيء بنفهم تلقائيا، اوكي، ذاتيا، اوكي، انه شو ممكن يعمل بس مجرد تطلع على اسمها.
فانكشنز الصافيه لازم تكون مصممه بطريقه انه لازم يعملوا شغله واحده ما غير. اوكي شغله واحده ما غير وعملها بشكل مثالي هي فلسفه نظام تشغيل يونكس. اوكي ونحن هون راح نستعمل نحن راح نتبع نفس الطريقه بينما نحن عم ننفذ او نكتب كواد او مصمم الدوال اللي هي دوال صافيه. اوكي في كتير من الاوامر بنظام يونكس اوكي وبلينكس اوكي اللي هن مستعملهم كل يوم. اوكي مثلا فينا نستعمل الامر كات اوكي حتى نطبع محتوى حتى لكم شغله مش بس طباعه حتى نسرد او هيك ندلق بالاخر محتوى الملف قدامنا على الشاشه هو حيندلق دلق. اوكي وبعدين مثلا في عندك الامر جراب حتى تبحبش بقلب هالفايل على كلمه معينه او نص معين. اوكي مثلا الامر دبليو سي حتى يعد لك عدد الكلمات والسطور والاحرف بالفايل. اوكي والى اخره هالاوامر هاي بتحل مشكله واحده باللحظه الواحده تمام بس نحن فينا نعمل نوع من التركيب او يعني هي البايب لاين هون الكلمه معناها كيف خط كيف خط البترول. اوكي هذا بنسميه بايب لاين. اوكي اويل بايب لاين خط بترول. هلا شو بصير بالبايب لاين؟ بايب لاين يعني مثل ما صاير عندنا هون خلص خلينا دغري نط هون معناها مثلا هذا اول امر كات الكات دلق الفايل اسمه جافا سكريبت بوك دلقه. هلا شو بصير البايب لاين هذا هذه صارت الاشاره اوكي هاي الحرف تلاقوه على الكيبورد. اوكي انا عندي على الكيبورد اللي عندي بتكبس الشفت مع الشرطة المالية على اليسار مالة إلى اليسار بتطلع لكم نسميها الماسورة أو البايب. فهي بتكون عندك أنت هون بتجيب الفايل أوكي بتدلقه على المحتوى وبتمرقه تمرير يعني على الأمر جريب. فجريب بروح بدور على كلمة كومبوزينج بس بحيث أنه شو كل الكلمات بصغرها. أوكي ما تفرقش معه اذا كومبوزينج مكتوب كبير او صغير او كيف ينفذ كل الاحرف. اوكي المهم فيها كلمه كومبوزينج وبعدين هيك بعد كم سطر او كم كلمه مرقت فيها كلمه كومبوزينج كم مره مرقت فيها كلمه كومبوزينج بالملف تمام اي ملف بالجي اس. فهذا هون كلهم مع بعض يصير نوع من التركيب بس لانه صففهم هيك ورا بعض بسبب الماسوره هاي بنسميه البايب لاين بالانجليزي تمام. فإذا فأقول لك هالأمر اللي فوق فعلا بيحل لنا مشكلتنا عبر التركيب عبر تركيب عدد من الدوال مع بعض. يعني مثلا صارت الكات أو الكونكاتينيت هون بنسميها اللي هي هاي الدلق. اوكي يا اصلا شو شغلتها كمان تجمع كذا ملف ببعض تدلقهم ورا بعض. اوكي بهالملف المهم تاني فصار عندنا هون فيك تستعمل كات هي داله الجريب هي داله دبليو سي هي داله. فشو عملت لنا كومبوزنج عليهم عملت نوع من التركيب والتاليف بيناتهم. اوكي فالكومبوزنج مش شيء منفرد في نظام يونكس اوكي او نظام لينكس لكن هم اوكي ال بصلب البرمجه بصلب نمط البرمجه الوظيفيه. اوكي لما وهي بنسميه هون شو الفانكشنال كومبوزيشن. اوكي بعالمنا هالشيء بنسميه شو فانكشنال كومبوزيشن تركيب الدوال بقلب بعض تمام. ف ايماجن اقول لك هلا مثلا تخيل انه نفس الاوامر كانوا كتبوا بالجافا سكريبت اوكي وكفانكشنز يعني شو كدوال. فنحن فينا نستعمل نفس المبادئ حتى نحل مشكلتنا تمام. هلا خلينا نفكر ب مساله ثانيه بطريقه ثانيه لنحل. اوكي مثلا انت بدك تعد عدد السطور بهالنص اوكي كيف ممكن تحلها؟
لك اه انت ها انت اذا لقيت الحل مش هيك؟ طيب الاوامر هن بالحقيقه دوال صافيه بالنسبه لتعريفنا، بتاخذ بتغير واحد وبترجع النتيجه اوكي ل للي نادى على هذا الفانكشن، اللي استعمل هذا الفانكشن بدون تاثير على العوامل الخارجيه اوكي او المحيط الخارجي. تمام، هلا انت ممكن تفكر انه عندنا الاوبريتر هذا عشان تعمل كومبوزيشن. لا ما هيك بنعملها نحن اوكي. لوين رحت لك وين رحت؟ طيب هلا هون فبقول لك فهذا كتير من الفوائد احنا بنحصل عليها عبر استعمالنا لهالتعريف البسيط. وقبل ما نسكر هالفصل راح نفرجيكم شو العلاقة بين البيور فانكشن والفانكشن الرياضي، شو الفرق بين الفانكشن الصافي تبع الجافا سكريبت والفانكشن والدالة الرياضية اوكي. طيب بقول لك البيور فانكشن هو فانكشن رياضي بفقرة الكاشبل اوكي، انه نقدر نعمل الكاش هاي اوكي. رح شفنا هذا الكود تمام مذكرينه انه صار يحط النتيجة والادخال مع بعض بالجدول اوكي. فاذا مش موجود بالجدول شو بتعمل؟ بتحطه ب تستعمل له الفانكشن وبتطلع النتيجه من وراء. طيب هلا الهدف الرئيسي انه احنا نعمل كاش ل طلب لطلبات الطلبات على الدوال اوكي. يعني الداله هاي اللي احنا فوق لونج رانينج فانكشن اوكي اللي بتاخذ وقت كثير لتعطيني الحساب، لا بعمل لهم كاش مثل هيك. فهذا كان هو الهدف، حطهم حط النتائج بالجدول. طيب نحن عملنا هذا الشيء عبر عبر ال اوكي نحن عملنا هذا الشيء عبر استعمال للمتغير البوك كيبنج اوكي. فتخيل انه لو تخيل انه نحن استعملنا الفانكشن لونج رانينج فانكشن كذا مره اوكي. فاللونج رانينج فانكشن بوك كيبر بيكبر نحو هذا الاوبجكت، بصير هيك اذا استعملته كذا مره تمام، اللي حيبين معك كما يلي. طيب تخيل نحن انه اللونج رانينج فانكشن هذا الفانكشن اللي بياخذ وقت كثير اوكي، بس يعني بيمشي من الواحد لل 11، هال 11 الرقم هدول 32 لل 44 ال 11 الرقم اوكي بس عشان المثال. وتخيل ولانه نحن بالاساس بنينا هالمتغير البوك كيبنج اوكي لهالمجال المعين من الواحد لل 11 اوكي، نحن فينا نرجع لل فينا نرجع لل long running function bookkeeper حتى يعطيني النتيجة اوكي، نتيجة long running function لادخال معين. طيب فخلينا نحلل هال object هذا. هذا ال object بيعطيني اللي هو bookkeeping object اوكي اللي هو السلسلة هاي اللي فوق اوكي. نحن شو هون هال object هذا بيكون بيعطينا هيك نظرة واضحة اوكي او صورة اوضح اوكي انه الفانكشن اللي اسمه لونج رانينج فانكشن اوكي، الداله اللي اسمها لونج رانينج فانكشن اللي بتاخذ وقت كثير هاي لتحل المشكله او لتحسب العمليه الحسابيه، بتاخذ الادخال اوكي وبتعمل نوع من المابينج اوكي. المابينج انك انت على حسب الادخال بيطلع مابينج على هون
اوكي فبتاخذ خلينا نعيدها هون عشان ما نخلصش. بقول لك هون هذا الاوبجكت بياخذ ايش اسمه بيعطينا صوره واضحه عن الفانكشن اللي بياخذ وقت كتير اوكي اللي هو اسمه لونج رانينج فانكشن، وانه بياخذ لونج رانينج فانكشن ادخال وبيعمل له مابينج على او يعني نوع من التوصيل اوكي او الربط عبر او على المخرج للرينج اللي هو بين مثلا هون عندنا بين الواحد والحداش اوكي. وهذا الشيء هاي الشيء نقطه كتير مهمه حتى نلاحظها هون انه الادخالات بهالحاله اللي هي صارت المفاتيح اوكي عندها بالشكل الاجباري مخرج في المقابل اوكي. هاي هي المابينج اوكي انه واحد انه الواحد المقبيل هون زي ما عندنا هون 32 2 عند 4 اوكي ال10 عند 23 اوكي فهذا هو المابينج اوكي شيء مقبيل شيء تمام. وبعدين هون بقول لك في انه ما في ادخال وما في عندك ادخال مثلا العشرة هون اللي هي الادخال تبعك اللي هو مفتاح السلسله هاي اللي فوق ما الى العشرة ما الى تنتقل ما الى نتيجتين الى نتيجه واحده ما في غير، فهيك بتضلك محافظ على الريفرنشال ترانسبيرنسي تمام. فاقول لك بوجود هيك تحليل نحن فينا نرجع لتعريف الداله الرياضيه اوكي وفي تاخذ تعريف مضبوط اكثر من صفحه الويكيبيديا اوكي. بقول لك هو ناسخ بقول لك بالرياضيات الفانكشن او الداله هي عباره عن علاقه بين مجموعه ادخالات ومجموعه مخرجات اوكي مسموح بها اوكي مع الخاصيه اللي هي كل ادخال متعلق مع يعني مرتبط بمخرج واحد فقط لا غير اوكي. هالمدخل هذا على الداله بنسميه نحن بالانجليزي الارجيومنت اوكي او مرات نقول باراميتر اوكي. وبعدين المخرج هون بسميه القيمه اوكي. هون مجموعة الادخالات المسموح بها على هذا الدالة بنسميها الدومين اوكي والمخرجات بنسميها شو الكودومين اوكي. يعني من الواحد لل11 بالنسبة لهيدا السات بس بالنسبة لهي السات احنا ما بنحكي هلا يعني كمثال هون مش عم حاول طبق الكلام من الواحد لل11 هذا بنسميه شو الدومين تمام. هاي 32 هيك نزولا لحد ال 44 هدول بنسميه شو الكودومين تمام. هلا بقول لك شو رح نحن نبني اوكي. نحن كثير حكينا عن الدوال والبرمجه الوظيفيه بهالفصل بناء على هذا على هالمعلومه الاساسيه او المعرفه الاساسيه هاي اوكي. نحن رح نبني مكتبه شو اسمه وظيفية طريقة الطريقة الوظيفية مكتوبة نسميها ES6 functional اوكي. فهيدي المكتبة راح تنبنى بهذا الفصل تنبنى فصل ورا الثاني خلال الكتاب اوكي. عبر هالمكتبة الوظيفية انت راح بتصير تتعرف على دوال جافا سكريبت اللي هن ممكن يستعملوا بالطريقة الوظيفية وكمان ونفس الوقت كيف البرمجة الوظيفية ممكن تطبق بالاستعمالات اليومية اوكي حتى نحل مشاكلنا اوكي. فهلا بقول لك هل الجافا سكريبت هي لغة برمجة وظيفية؟ هلا قبل ما اسكر هالفصل بقول لك نحن راح ناخذ الدعسه شوي لورا اوكي خطوه للخلف ونجاوب على سؤال اساسي
هل هي الجافا سكريبت لغه برمجه وظيفيه؟ بقول لك ايه ولا. اوكي كيف يعني؟ نحن قلنا في البدايه انه في بدايه الفصل انه او في فصل الكتاب يعني نحن قلنا انه البرمجه الوظيفيه هي كلها بتتعلق بالدوائر اوكي اللي هي بتاخذ على القليله argument واحد مدخل واحد خلص تعودوا برميتر وargument بقول انا اوكي على وتطلع لي نتيجه تمام. هلا لحتى نكون صريحين نحن فينا نستعمل function بالجافا سكريبت اللي هو بياخذ ولا قيمه ونرجع ما نرجع شيء تمام. فمثلا فينا نستعمل هيك هذا function useless. useless هون كلمه useless يعني بلا معنى اوكي يعني ما له قيمه اوكي. فهذا function بس لا بياخذ شيء ولا بيرجع شيء ولا بيعمل شيء وحتى بالجافا سكريبت حيمشي عليه المفسر وما حيقول لك ولا اي كلمه اوكي. فليش؟ لانه الجافا سكريبت هي مش بيور فانكشنال بروجرامينج لانجويج منا هاسكل يعني. ليش انا بقول لكم تستعملوا هاسكل تتعلموا اوكي؟ كمان هذا الشيء بدي اياك تحس بطعم البرمجه الوظيفيه وبصعوبتها اوكي وبالخنقه اللي بتخنقك اياها كل مره وانت عم تحاول تخلق متغيرات وتصير تنتقل من حال لحالة اوكي. مع انه ما فيش تغير بالحالة بس تغير بالخطوات بالحل اوكي. لكن هي بنسميها مالتي بارادايم لانجوج يعني فيك تستخدمها مثلا فانكشنال فيك تستخدمها امبيراتيف فيك تستخدمها اوبجكت اورينتد اللي بدك اياه تمام. لكن اللغه كثير مناسبه لحتى يعني حتى نكتب فيها بالطريقه الوظيفيه اوكي كما يعني حكينا سابقا اوكي. فهالتقنيات او فوائد والفوائد اوكي اللي احنا ناقشناهم اوكي ممكن يتطبقوا بشكل صافي بالجافا سكريبت اوكي. وهذا السبب لوجود هذا الكتاب تمام. فجافا سكريبت هي لغه اللي عندها دعم للداله ك argument اوكي او تمرير الدوال من وحده ل من داله لداليه اوكي الاخ. وبالاساس لانه جافا سكريبت بتتعامل مع الفانكشنز كانها هي first class citizens اوكي يعني هي الاساس عندها مش المتغيرات اوكي. لانه بسبب اقول لك وبسبب يعني القيود بناء على تعريف معنى كلمه الداله نحن كمطورين في لازم ناخذهم بعين الحسبان بينما عم نستعملهم بالجافا سكريبت اوكي. لذلك وعبر عمل هذا الشيء اوكي نحن راح نكسب كثير من الفوائد من البرمجه الوظيفيه كما فسرنا في الفصل السابق او خلال الفصل عم بحكي. وهون بعطيك ملخص لكل الحكي هيك بنكون خلصنا اول فصل. يعطيكم العافيه. رجاء تخبروا فئاتكم عن السلسله ورجاء يعني تحط تعليقاتكم ودعمكم لنا وأهلا وسهلا فيكم. أرجو ما نكون طولنا عليكم.